السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم نباتاتي الطبيعية، زخارف جميلة. في هذا إن شاء الله الموضوع هنتعرف على طريقة عمل هذا الشريط هذا باستخدام وحدة زخرفية نباتية، وطريقة سهلة عن طريق التكرار. ثم طبعا إذا استفدت من الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نبدأ مع بعض نشوف الأدوات والخامات. عندي هنا الأدوات اللي نستخدمها: مسطرة وقلم رصاص، وممكن نستخدم ألوان فسفورية زي هذه إذا موجودة عندنا متاحة، أو قلم فلوماستر، وطبعا دفتر الرسم أو هنرسم في الكتاب في المساحة الموجودة في الكتاب، أو نستخدم هنا ألوان. طبعا إذا ما عندنا ألوان فلوماستر ممكن نستخدم ألوان خشبية عادي. عندنا مساحة موجودة في الكتاب، المستطيل الموجود في الكتاب ممكن نرسم داخله، نختار واحدة زخرفية من اللي موجود في الكتاب أمامنا، وهنبدأ نرسم داخل هذا المستطيل. أنا طبعا هنا أعتبر إن هذا المستطيل، وهبدأ أرسم داخل المستطيل. في البداية كده أنا بحدد النصف الشريط هذا عشان أبدأ أحدد الوحدات وأماكن وجودها بالضبط. نبدأ بالمنتصف الأول عشان أبدأ أضبط من على اليمين مثلا وحدتين، وعلى اليسار أيضا وحدتين أخرى، وهكذا نبدأ نظبطها. طيب الأول هنشوف طريقة رسم الوحدة. احنا ممكن طبعا نستخدم ورق الشفاف في رسم الوحدة وتكرارها، لكن أنا طبعا موجود هذا في فيديوهات كثيرة وسنستخدم ورق الشفاف، لكن في هذه إن شاء الله هنرسمها بطريقة بدون ورق الشفاف، طريقة سهلة. عملنا الأول شكل زي شكل ورقة، وبعد كده عملنا عليها الشكل اللي احنا عملناه. بعد كده هنرسم شايفين خط منحني بالشكل هذا، وخطين آخرين بالطريقة هذه. بعد كده نعمل لفة كده وموصلين هذه مع هذا، سهلة جدا وبسيطة. وهذه كده دائرة شكلها حلزون أو بالطريقة اللي شفناها هذه. بنكرر بقى نفس الوحدة هذه هنا 5 مرات مثلا. فأنا حددت الأماكن عشان أقدر أضبط الوحدات. أهو شايفين عملت الشكل الأساسي بتاعها عشان أقدر كلهم. طبعا هنحاول نخليهم قدر الإمكان حجم واحد، أو إذا ما قدرنا نستخدم ورق الشفاف في وضع هذه الوحدات بشكل بسيط. طبعا حول كل شكل ورقة زي كده بنعمل حوالينها الشكل هذا، ومن هنا نلف لفة بالشكل بالطريقة هذه. وبعد كده بنفس طريقة الرسم الأولى بنبدأ نرسم الوحدات اهي كده. أول وحدة، الثانية، فالموضوع بسيط ان شاء الله وسهل كل نقدر ان شاء الله نعمل الوحدات. وقلنا اللي ما يقدر يسويها بالشكل هذا او قريبة من نفس بعضها، مش نفس الشكل يعني، بيعملها من خلال ورق الشفاف. طبعا هذه زخرفة نباتية، في مجموعة او انواع للزخارف. في زخرفة نباتية يعني مأخوذة من أشكال النباتات زي أوراق الشجر، الأغصان، الورود. وفي زخرفة هندسية من الأشكال الهندسية: مثلث، مربع، مستطيل، أو خط مستقيم، أو خطوط مائلة، أو خطوط منكسرة، أيا كانت هذه الأشكال الهندسية. وأيضا في زخرفة كتابية، كتابية يعني مأخوذة من الكتابات العربية. ولمن هذه زخرفة نباتية لأنها مأخوذة من أشكال النباتات وأوراق النباتات والأغصان. فإحنا هنا بنعملها بطريقة بنكررها كتكرار عادي. في طبعا أنواع للتكرار هنشوفها في الدرس القادم إن شاء الله. ده تكرار عادي، تكرار عادي، عادي يعني نفس الشكل أو نفس الوحدة بنضعها بنفس الطريقة. تمام، هنعملهم ملتصقين في بعض شوية عشان يبقى في ترابط بين الأشكال وبعضها بالطريقة هذه. بعد كده نبدأ نقوم بالتلوين. إذا حبينا نضيف شيء ممكن نضيف مثلا شكل دائرة زي هذه،
هنا كده في المساحة الفارغة هذه، بسيطة جدا وسهلة. طبعا التلوين بتختاروا أي ألوان حسب ذوقكم وتبدأ تكرر اللون، يعني مثلا لو أنت الوحدة هذه بأحمر وأصفر يبقى ألون الباقية بالأحمر والأصفر أو أحمر وأخضر وهكذا، يعني أيا كان الألوان اللي هستخدمها بنكررها بنفس الطريقة. هنا بنجرب الأول في أول وحدة، استخدمنا اللون الأحمر واللون الوردي هذا أو البينك. بهذه الطريقة طبعا إذا حابين تغيروا الألوان غيروها مش مشاكل حسب ما يروق لكم. يعني هنا بنبدأ بقى نكرر نفس الألوان هذه بنفس الطريقة في كل الوحدات، في كل الوحدات لأن وحدة واحدة وعملنا لها عملية تكرار زي ما احنا شايفين كده. الفراغات بقى بعد كده، ده بالنسبة للوحدة. الفراغات ممكن نملأ الفراغات هذه ونسكرها ببعض الألوان إذا حابين. هنبدأ نعمل الداخل أيضا من اللون الوردي أو البينك هذا من داخل الأشكال زي كده، بنكرر نفس الطريقة. عندنا طبعا الدوائر هذه ممكن نعمل باللون الأزرق، في مساحات هنا في الأسفل فراغات ممكن نختار لها أيضا لون آخر زي اللون مثلا الأصفر. هذه المساحة بنكررها طبعا في الجميع بهذا النمط وهذا الشكل. نحاول طبعا نظبط الألوان حتى ما نخرج خارج الخطوط والأشكال بتاعتنا أو الوحدات ما تخرب معانا. طبعا إذا استفدت من الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتعليق والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس إن شاء الله عشان يصلكم كل جديد. هنا ممكن نسكر المساحة هذه أيضا ونبدأ الألوان باللون الأخضر أو أي لون حسب ما تحتاجون انتم. وممكن نحدد بقى الشكل بلون آخر زي اللون الأحمر مثلا بهذه الطريقة. طبعا كده اعتبر انتهينا من موضوع اليوم. اتمنى طبعا اذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.